عندي سؤال بقى عشان ابتدي المحاضرة اللي قبل الغد. عمرك حسيت انك خايف من حاجة غريبة او فكرة غريبة؟ يعني ايه؟ في خوف معروف، خايف من الكورونا ماشي، خايف اركب طيار ماشي، خايف من الموت ماشي، خايف على ابني ماشي، خايف يرفدوني ماشي، كلها دي مخاوف طبيعية. خايف من الخدمة لحاسس قليل ماشي. لا، ساعات تبقى في افكار غريبة عاملها لك خوف. حد قادر يفهم انا بقول ايه؟ اللي عارف يقول يلا. ممكن تكون خايف من ايه؟ فكرة تبدو غريبة او مش معتادة. قول يا حبيبي. ممكن خايف من المجهول، وان كان دي مش غريبة قوي. يعني اللي خايف من الجواز عادي، اللي خايف من الثانوية العامة عادي، اللي خايف من الهجرة عادي، مفروض يترقب من الجواز. المهم اتفضلي. اشكرك. اهو ده خوف يبدو غريب شوية، انه لو انت مبسوط قوي يجي لك شعور بالخوف. غريب بس موجود عند ناس كتير. في حد عنده حاجات غريبة كده؟ يعني ما تخافوش، انتوا ناس طبيعيين. بس انا يعني بفتح الموضوع. ايه دكتور؟ خايف ربنا شايفني ازاي. بس ده خوف مقدس على فكرة، لانه بيخلي الواحد يجتهد. يعني لا، ده عاوز علاج يا حبيبي. لا اقعد، ده موضوع تاني. لا طب سيبوني اقول لكم شوية مخاوف مدروسة حسيتها مناسبة قوي كأب اطراف شايفها في حياة ناس كتير. بعض المخاوف الغريبة اللي علاجها الايمان، علاجها صورة ربنا، بس ساعات من زاوية معينة هي اللي تعالج الخوف ده بالذات. اللي استرعاني كلمة في رؤية 2 بتقول لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم منه. سألت حد معين كنت عارف أنه طيب معين، فقلت له أنت بتخاف أنك تتوجع؟ اللي هو ده، أنا مش خايف من الموت ومش خايف من المرض كمرض، أنا كل اللي يخوفني الوجع. بخاف جدا، بترعب قوي من الوجع. هنا المسيح لو المجد قايل جمل محددة، ما تخافش من اللي انت هتتألم به. واحد تاني قال له ما تخافش من الموت، قال لنا كلنا ما تخافوش من اللي هيموتوكم. اذا في انواع من المخاوف بعضها يبدو غير معتاد، يعني ما تبقاش خايف من الموت نفسه لكن خايف من الوجع. لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به. وبعدين قال له ايه؟ بس هتتألم على فكرة. يعني هو زي إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن كي تجربوا ويكون لك ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت. ما قالوش لا هحميك حبيبي مش هيبقى فيه موت ولا وجع، لا قاله هتموت وهتتوجع بس ما تخافش. تعالوا نفهم القصة دي. أول خوف غريب شوية، بعض الناس بيخافوا قوي من فقدان المكان. المكان يعني إيه؟ تكون أنت مستقر كمدير وبعدين تبقى قلقان قوي من تفوق اللي حواليك، من معلومات جديدة بتجد عليك، من تطور الخدمة وانت خادم قديم حاسس مش هتقدر تجري مع التطور ده، حاسس ان مكانك هيتهز مثلا اللي بيكبره، حاسس انه انا هفقد مكاني لانه انا بكبر فطبيعي لازم حد ياخد المكان ده. ساعات اللي بتجوز عيال هتبقى قلقانة، وانا هفضل ماما ولا العيال كبرت خلاص مش هيحتاجوني؟ يجي معاه فكرة انا ماليش لازمة، انا في بيتي ما بقيتش مهم، محدش عاد محتاجني. ده نوع من الخوف غريب، بس ده موجود في ناس كتير، اللي هو مرتبط بحاجات كتيرة، انه انا بلاقي نفسي وانا بنجز، بلاقي نفسي وانا بعمل حاجة. هو مش كبرياء، بس انا حياتي مرتبطة بمكاني، فلو مكاني اتهز هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ لاني مش حاسس ان وجودي له اي قيمة اخرى الا المكان ده والظروف دي. تعاد بيبقى خوف من الخدمة الجديدة. ليه؟ لان انا متعود على القديمة،
عارفين بولس لما كان شغال مع اليهود كان واثق من نفسه، لما المسيح أصر يشتغل مع الأمم قال أنا كنت مرعوب. مرعوب يا بولس؟ ده أنت بتشوف المسيح، أنت بتعمل معجزات. قال كنت مرعوب. ليه؟ مش حتتي، مش بتاعتي، مش واخد عليه. كنت في خوف ورعدة كثيرة. أنت مع اليهود بتدوس على طول. اطمن. بصوا، كان ممكن يبقى الخوف يجعل الخادم يهرب من مسؤوليته زي يونان. يونان حاسس أنا مع اليهود أشتغل، أنا أنجز، أنا أوعظ، أنا أقول التوراة، أقول موسى، أزعق فيهم عيالي. نينوى إيه؟ إيه نينوى دي؟ فتلاقوه هنك خالص وغلوش وغطى ودانه بالمخدة. غالبا فيها حتة خوف، قد يكون فيها حتة خوف. إذن أحيانا الحاجة الجديدة أو الخدمة الجديدة أو المسؤولية الجديدة بتحن للقديم. عشان كده المسيح قالها بطريقة لطيفة لما بيقول لا يضعون خمرا جديدة إلا ويقولون العتيق أفضل. اللي بيحن لقديمه، أنا عاوز أفضل زي ما احنا، خلينا في اللي نعرفه، الميري، ها اللي فاته الميري. الكلام ده كله معناه في نوع من الخوف من التغيير، من التطوير، من إضافة ناس تانية، من وده نوع معناه أنه الإيمان مش قوي. أنا عاوز أقول لك اطمن، المسيح هيفضل يقول لك أنا محتاج لك. لأنه المشكلة دي بتخلي بعض الخدام مش قادر يطلع خدمة من إيده، خلاص هو والخدمة لزقوا في بعض، فلو طلع الخدمة بيقطع من في جلده، بيخاف، بيموت. حبيبي هتفضل مطلوب، الخدمة ما بتخلص. وصدقوني أنا جربت الحتة دي، كل لما توزع خدمة الخدمة تدلي عليك، يجي لك غيرها أضعف. ما تقعدش تمسك قوي كده، ما تخافش، وقيمتك مش في الحتة دي بس، موضوع أكبر من كده. نوع تاني قريب لي، الخوف من سيطرة الآخرين. في واحد الأريا أوف فير مختلف، اللي بيعفرته أن حد يركب فوق دماغه، دي اللي مخوفة. طب ياخدوا خدمة، ياخدوها. طب الفلوس تخلص، مش فار. طب تموت، ما عنديش مشاكل. الله، ما انت جدعه وقلبك جامد. إلا الحتة دي، أن حد يبقى فوق دماغي دي، يبقى عنده خوف وقلق من أنه يتظلم أو أن حد يركب فوق دماغه. في بعض الناس كده، دي أكتر حتة مضايقاهم. أنا بتكلم في مخاوف نفسية، لكن ممكن كل واحد يقول أيوة الحتة دي أنا عندي منها. ساعات يبقى رد الفعل عنيف بزيادة، يعني واحد يجي يقول لك كلام تعتبره صيغة أمر، تلاقي نفسك إيه شمشون، إيه يا عم حد جاي جنبك مالك؟ هو ليه الانفعال الزيادة ده؟ لأن أنت عندك زي عقدة من أن حد يتسلط أو يمشيك. ساعات تهاجم أو تتحدى وما يكونش في مجال للتحدي. الموضوع مش كده، انت ليه مكهرب قوي كده؟ انت ليه قفشت زيادة كده؟ يمكن محدش قصد يسيطر ولا حاجة، لكن الخوف من السيطرة يخليك عارفين الاسقاط بسرعة. الناس دي عاوزة تمشينا، لا حبيبي محدش عاوز يمشيك ولا حاجة. بيبان ساعات انه الشخص اللي خايف من حد يمشي ده ساعات يبقى قاسي. عارفين دي بنشوفها في المشاكل الزوجية، بعض الرجال عندهم عقدة ان الست عاوزه تسيطر، تلاقي ايه اذبح القطه يعني، فاهمنا؟ تلاقيه دايما واقف لها، لو قالت راي يا نهار اسود دي هتمشي كلام. يا سيدي دي بتقول راي، انت بتتكلم عن الرئيس، يعني هتمشي كلامها في ايه مثلا؟ تلاقيه الحته دي عنده مبالغه فيها، فيبقى عنيف وعدواني. ايه الموضوع؟ ما تقول رايها، ولما تقول راي بخلص هتسوق. هنا الطم، العلاج الجذري لما تقرب من ربنا يسوع. ربنا هو اللي ساي على فكرة، افرض غيروا السيستم، افرض شالوكم الخدمة، افرض الشغل فاير ديو، افرض اي حاجة. هو انت ناسي انه اللي ساي ربنا؟ انت ليه بتنسى الحتة دي؟ يبقى واضح ان انت حطيت مصيرك في ايد بشر، ومن هنا دخلك عنصر العدوانية والدفاع الموضوع أبسط من كده. لو فكرت نفسك أنه هو اللي سايق وهو القائد وهو ضابط الكل وبيحبك قوي، الموضوع ما يستاهلش خالص القلق ده. نوع ثالث من المخاوف، كلهم على فكرة مشبكين في بعض بدرجة.
في بعض الناس اكتر حته عاليه عندهم في الخوف غريبه جدا، مثاليه جدا بقى، كل اللي يخوفه انه يغلط. الناس تغلط مش مشكله، حد هو اللي يسوق مش مشكله، ياخدوا مسؤوليه منه مش مشكله، بس خوفه ورعبه انه هو يعمل حاجه غلط، ضميره ما بيستحملهاش خالص، شخصيته كده. لو غلط الدنيا تضلم في وشه وتبقى مصيبه. طيب ما هو كل الناس بتغلط. ساعات الشخص ده لما يكون الخوف زياده تلاقيه دائم النقد، يقعد بقى ايه، عاوز كل حاجه صح بس مش مرتاح. يا ريتك تبقى عاوز كل حاجه صح زي المسيح، بس عنده سلام. لكن النوع ده ممكن ما يبقاش عنده سلام، وممكن يبقى حرفي شوي، وممكن يبقى الضمير متألم، يعني ايه، دايما في جلد داخلي، في شكشكة، في وجع قلب طول الوقت، يكون شغلات، ودي بقى مستمرة 24 ساعة، يعني دي ممكن تيجي فينا كلنا. بس في واحد ايه ضميره يتحرك لما يقتل قتيل، قبل كده ما بيتحركش، لا ده بيتحرك عمال على بطال، هنا ضميره عمال يرزع فيه طول الوقت. يعني لو ما قالش مثلا سوري، ما قالش مرسي، يروح ما ينامش. يا عمي هنا اطمن برضو، اللي يشيل الخوف ده ايه؟ ربنا. برضو احنا هنحط كل الحال قربك من ربنا. اي نوع من الخوف، اي نوع، ملوش حل غير انا اريحكم ربنا يسوع. ربنا يسوع مع النوع اللي ضميره حساس قوي ده، واللي بيجلد نفسه، واللي خايف قوي يغلط، تلاقوا المسيح بيقول له انت كويس. فاكرين السامرية لما قال لها بالصدق قلتي؟ ياه بالصدق، اتاري هي مش طايقه روحها ومش مستحمله الغلط، وحقانيه على فكره، حقانيه لدرجه عاوزه تعرف بالظبط نسجد هنا ولا هنا. والواحد يقول دي بتقول ايه دي؟ لا على فكره فيها حته حقانيه جميله، فدي عاوزه تطمن انه ربنا بيقول لك انت كويس، انا مش واقف لك على الواحده خالص، ما انت لازم تغلط، ما انت لسه بني ادم برضه. نوع اخر من المخاوف، الخوف من فقدان محبه الناس. ده مش فارق مع الانجاز في ذاته ولا المكان في ذاته ولا انه يغلط، ده رعبه كله في ان الناس تنساه او ما تحبوش زي الاول. وده ساعات تلاقيه يعني يدي هدايا بزياده ويقول كلام معسول بزياده وملوش غرض وحش، زي اللي بيقول اعملوا معروف افضلوا حبوني. يا حبيبي بيحبوك بالذوق، يعني مش محتاجه يعني السحاته دي، لكن هو خايف ان الناس تبطل تحب، تتفك عنه. ساعات يخليك تظلم القريب عشان البعيد، يعني ده يجي على نفسه قوي عشان يكسب محبه الناس، ويجي على القريب ليه لانه ضامن حبه. عارفين الشخص اللي يظلم بيته ويظلم نفسه في مجاملة الناس بزيادة وهو مش عاوز منهم حاجة؟ طب ليه بتعمل كده؟ انت كده تعب روحك وتعب اللي حواليك. ساعات يبالغ في اظهار المحبة وبعدين يقلب صعبان عليه نفسه جدا لو ما لقاش الحب اللي هو عاوزه، ما لقاش كمية التقدير اللي كان متوقعه، فتلاقيه يتقفش، يقفش جامد. طب ده برضو نقول له ايه؟ هدي، اطمن، على فكرة ربنا يسوع هيفضل يحبك ومش هيستغنى عنك، هيفضل يحبك وهيخلي الناس تحبك. وعلى فكرة مش ممكن كل الناس تحبك، دي قاعدة مهمة لازم تبقى مقتنع بيها، بس ربنا مش ممكن يبطل يحبك. قاعدتين دول مع بعض مهمين قوي، مش ممكن كل الناس تحبك فما تتخضش، ومش ممكن ربنا يبطل يحبك برضو ما تتخطش. نوع آخر من المخاوف الغريبة، الخوف من فقدان القيمة. الأولاني قيمته مرتبطة بمكان معين، تايتل معين، كرسي معين، شقة معين. ده مش كده، ممكن يبقى مرن ويغير الخدمة ويغير المكان ويغير المسؤولية ويغير الشغل، لكن القيمة ترعبه، يخاف أو يفقد قيمته، ودي حاجة more valuable يعني بالنسبة له. ساعات ده بيخليك تركز على إنجازات من غير روحانية، يعني مجرد عاوز ينجز 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 وخلاص. يا حبيبي بس أنت مش لاحق تشبع بربنا مثلا،
طب انت 10/10 في شغلك، بس انت بعيد عن ربنا على فكرة، شغلك في الخدمة، بس انت زي مرسى كده. يا مرسى، هو انت لو ما طبختيش هيكرهوكي، هينسوكي، هيقولوا مرسى ما تنفعش خادمة. المسيح قاعد بيتكلم، عاوزك تقعدي تسمعي. ساعات يجعلك تدعي انجازات، هنا ممكن تقع في حتة انك من كتر حرصك على قيمتك وانجازاتك تنسب لنفسك انجازات مش بتاعتك. حجلة تحضن ما لم تبيض، في آية غريبة كده في أرميا 17، اللي هي نوع من الطيور يسرق بيض من طير تاني ويقعد عليه ويقول بتاعي. سميه ازاي؟ ففي ناس تعمل كده، يجوا لحد يقولوا له على فكرة اللي انت عملته ده حلو، او مش هو اللي عمله، بس هو قال رأيه مثلا، يقول لك شكرا. شكرا؟ ما تقول مش انا اللي عملت، ما تقول فلان، لا هو ما يعني يعديها لانه فرق معه. الخوف ده يجعلك تظلم نفسك احيانا ومشاعرك، تيجي على نفسك بزيادة قوي عشان تفضل تنجز وتقول انا هنا. اطمن، ربنا يسوع بيقول لك انت هنا من غير حاجة، انت حلو حتى لو ما عملتش حاجة. مرة شفت راجل كبير ربنا اداله شلل يعني، وكان بطبيعته very active واتشيفر، كان بيبكي بحرقة، ما عادش ليا لازمة، ما عادش ليا قيمة، ده انا كنت زمان بعمل وبعمل، ولاده بيموتوا فيه، بيحبوه جدا، ما حدش اثر في نظرته اللي كلها احترام لهذا الشخص، لكن هو مش واخد ده، هو مركز في انه انا كنت بنجز مش عارف انجز، هي دي اللي تعباه جدا وموقعاه. لكن لو بص ان الناس بتحبه، ربنا بيحبه، طب خلاص ما حصلش حاجة، يبقى نستحمل الوجع وخلاص. طيب نوع تاني، الخوف من ضياع الهوية او اختفاء التميز. عارفين في بعض الموهوبين بالذات اللي عنده ميزة واضحة بيبقى خايف جدا، يعني مثلا المغنيين بيبقوا خايفين على الحنجرة بشكل مرضي، اللي بيشتغلوا بايديهم بيبقوا مرعوبين على صوابعهم، ده في ناس بتعمل تأمين على الصوابع بالملايين، واخدين بالكم؟ لان هي قيمته في صوابعه، تخيلين. مرة جراح قال لي على فكرة انا خايف جدا في العيلة بتاعتنا في باركنسونز اللي هي في رعشة، وانا جراح، لو جالي ده راح المستقبل، راح المستقبل، انت عامل مليار يا راجل، انت مش محتاج مستقبل، ايه اللي هيروح يعني، انت عاوز فلوس يعني، مش باصص للفلوس، هو خايف جدا انه ايده ترعش، لانه بالنسبة له لا، كجراح دي راس مالي، ما تستاهلش الخوف ده كله، عيش يومك يعني. فهنا ضياع التميز، الحتة اللي تميزك، وعارفين دي تقلقوا ايه؟ لما يلاقي واحد ابتدى يطلع جنبه بنفس الميزة تقدره تمام. هو في الاصل مش بيكره، بس هو بيقع في غيرة، ليه؟ لانه حاطط حياته كلها في الحتة دي، في التميز ده، لو واحد تاني بقى يعرف يعمل زيه تسود الدنيا في نظر. طب ما الخدمة كتير والحصاد كتير ولازم الناس تعمل حاجات حلوة وعمرها ما توقف عليك، لا دي حتة ترعبه. ساعات ده بيبقى مودي جدا بقى، اللي دايما حريص على التميز ده بيبقى مش قادر يقبل نفسه عادي ابدا، يعني يبقى شخص عادي مش مستحمل. طب ما احنا كلنا زي بعض في الاخر، لا ما كانش يبقى متميز قوي، يبقى خايف جدا وقلقان. طب اطمن، ربنا شايفك متميز. المسيح من محبته لاولاده بيشوف كل واحد فعلا مختلف. ربنا يسوع ما بيقارنش حد بالتاني ابدا، ما بيخلقش بصمه زي التانية، ما عندوش ده خالص. وكل شخص، اي اصغر واحد واكبر واحد، هو بالنسبه له ما تعملش زيه ومش هيتعمل زيه. لو فهمت المسيح وعرفت بيبص لك ازاي هتهدى، لان التميز هيفضل موجود لانك متميز عند ربنا. طيب عشان كده المسيح كان بيستخدم ساعات بيكرر الاسم زكا زكا، مرتا مرتا، سمعان سمعان. تكرار ده عاوز يقول له انت ما فيش زيك، انت ما تتقارنش بحد تاني، فيك عيب بقى نصلحه، فيك ميزة نشكرك عليه، لكن الموضوع مطمن، مش بشوفك في مقارنة مع حد. الخوف من عدم الكفاية، ده القلق الغريب
وده موجود عندنا كلنا بدرجة، بس عند بعض الشخصيات عالي زيادة، اللي هو فكرة مش كفاية. مش كفاية ليه؟ مش كفاية في الحياة الروحية، أقول لك ده تواضع حلو كامل، لكن في بخل شوية. ساعات تبقى بخيل في مشاعرك أو كلامك لأنك خايف ما يكفيش. ساعات تبقى منعزل زيادة وهربان، ودايما عندك إحساس مش كفاية اللي أنا عملته عشان الناس ترضى عليا. يا عم كفاية. الخوف من عدم الكفاية ساعات يخلي الواحد يخزن بزيادة. عارفين الستات اللي بتفتخر إن الدولاب فيه حاجات من 40 سنة، وحاجات لا يمكن تتلبس ولا يمكن تستخدم وممكن تتحط في متحف الآثار، وهي دي قيمتها الحقيقية. إنما ما تقدرش تطلع، مش ممكن. حتى لو سمعت 20 وعظة عن العطاء، لا لا ملناش دعوة بالحتة دي، دولاب يفضل مقفول ونزود عليه وتبقى قلقانة جدا. قلقانة على إيه؟ ما الحاجات دي كراكيب خلاص هلهيل. لا، في حتة كده غريبة. اطمن، ربنا يسوع بيقول لك مش هتحتاج. فكرة انت بس وزع، ما يهمكش، مش هتحتاج. اللي مع ربنا مش بيشحت، مش بيمد ايده، ما بيخافش. خوف من المجهول نوع تاني انت قلتوه، ده اللي بيفضل يحسبها كتير ويعمل بلان 2 بلان بي وبلان سي، ولو طلع حاجة ما كانش حاسبها تلاقيه بانيك اتاك. ليه؟ ما حسبناهاش دي. هو مش لازم تتحسب الحياة، عمرها ما هتتحسب كلها. ده غير في واحد تاني هلهلي ما فيش بلان اي اساسا. في ناس كتيرة كده عايشة من غير بلانز خالص. لا، ده عنده بلان بي وبلان سي وبيفضل برضو قلقان. ليه؟ يمكن يحصل حاجة انا مش عارف. ده قلق مستمر، وساعات يفضل يأجل قرارات. النوع ده ساعات بقى لما يبان قوي تلاقيه يتردد في امور غريبة جدا، ويعيد ويزيد في حسابات، وتلاقيه مش قادر يوصل لقرار، وممكن يخليه عصبي شوية أو مهاجم من كتر عدم الأمان اللي جواه. اطمن يا حبيبي، ربنا مش هيسيبك في قرارك. دوس، ما تخافش، ما تقلقش، وافرض افرض. يعني الخطة ما طلعتش محكمة قوي، ربنا يقول لك لا انت بتعرفش تخطط، معرفكش. مش ربنا، هتفضل ابنه هيمشي معك. امشي بس، اتحرك. في نوع من الخوف اخيرا بقى، الالم اللي انا ابتديت بيه. في واحد يتخاف يتوجع قوي من الناس فيقوم ما يقربش من الناس. ساعات يسموه fear of intimacy، يخاف يقرب. ليه؟ هتوجع، تقوم ما تعملش صداقات، تقوم ما تفتحش قلبك وتحكي مع الناس ببساطه، تقوم تقبل العزله طول العمر. وافرض واحد وجعك مره، معناه كل الناس هتوجعك. ليه تبقى عندك رعب الألم ده؟ ما هيجي الألم. كنت أعرف مرة واحدة ما بتركبش عربية تقول لي هيحصل حادثة وأنا هتألم. يا سيبتي، ما هو لازم هنركب عربية. طيب، مش هينفع نعيش كده، مش للدرجة دي. وهو الخوف مش من العربية ولا السواقة ولا السرعة، لا، من الوجع اللي هيجي بعد حادثة. بس الخيال بيوصل لإيه؟ طبعا ده بيخلي الواحد برضو عصبي بدون داعي، لمجرد انه عايل هم الالم، عايل هم الالم. ده في بعض الناس اول ما يبتدي مغص تلاقي مرعوب، والمغص بسيط، لكن من خوفه من الالم تلاقي رد فعله مبالغ فيه جدا وعصبي جدا. طب هو الموضوع لسه بسيط، ده اي قرصة هيظبط. يعني اطمن، ربنا حاسس بيك وهيفضل معاك ايا كان نوع الالم. عشان كده قال له لا تخف مما أنت عتيد أن تتألم به. قال له رسالة محددة جدا، ما تخافش من اللي أنت هتتوجع فيه، هكون معك وهحس بيك وهشيل معك الوجع اللي أنت داخل عليه. إذن أحبائي، كل المخاوف حتى العميقة منها، اللي الواحد لو نخور جواها يلاقي نوع أو اتنين من الحاجات دي جواه بدرجة، ملهاش حل غير أنك تقرب من ربنا وتسمع كلمة ما تخافش أنا معاك، ويقول لك بالضبط الجملة اللي أنت كان نفسك تسمعها، إنك هتفضل عندي محبوب حتى لو الناس نسيتك، حتى لو مفيش إنجازات أنت غالي عليا،
وهكذا بيقول لك بالظبط الجملة اللي كنت نفسك تسمعها لإلهنا كل مجد وكرم.